تمرين الجديد. بنى أقيم، ما هذا؟ من ذلك؟ هنا يقول لنا لننظر إلى الأمثلة، هذه هي الأمثلة ننظر إليها، ثم يقول لنا لنكتب سؤالا وجوابا. هنا مثلا ننظر إلى الأمثلة، عندنا صورة فنسأل ما هذا؟ الآن هذا شيء وليس شخص، شيء غير عاقل، لذلك نسأل عنه بنا، فنقول ما هذا؟ بنا، ويكون الجواب جيمي، هذه سفينة. الآن هنا عندنا إنسان، فلا نقول عن الإنسان ما هذا، بل نقول من هذا؟ أوكيم أو من ذلك؟ أوكيم، أوكيم من ذلك؟ أو أورتمان، ذلك مدرس أو مدرسة يعني. بكي، الآن هذا غير عاقل، فنسأل ما هذا؟ شو نا؟ شو نا؟ شو نا؟ فيكون جواب شو؟ مقص، مقص، ما أ ك أ س، مقص. أيضا الكلمة مرت معنا في الدروس السابقة، من نظر إلى الدروس السابقة جيدا وكتبها يستطيع أن يكتبها هنا بدون أخطاء. بكي، إكينجي رسم، الصورة الثانية، نسأل ما هذا؟ هذا غير عاقل، لذلك نقول بو نا، بو نا، الجواب بو إف، ليس كذلك؟ هذا بيت. بكي، الآن بو هذا غير عاقل، لذلك نقول ما هذا؟ بنا، بنا، هذه شوكة. بو شطال، شطال، ت آ ت آ ل، شطال، بو شطال. بكي، الآن نسأل ما هذا؟ ما هذا؟ بنا، فعلا ما هذا؟ هل نقول هذا كأس فنقول بو باردك، أم نقول هذا عصير فنقول بو ميذا سيو، أم ماذا نقول؟ نكتب ما نريد. بيكي، شو؟ ماذا نقول؟ من هذه؟ شو كيم؟ شو كيم؟ شو كيم؟ الجواب هذه دكتورة، شو دكتور أو ممرضة، شو همشيرة. بيكي، سونرا كي رسم، نقول الآن نتحدث عن الرجل أم عن الشيء؟ إذا أردنا نتحدث عن الرجل نقول أو كيم، من ذلك؟ نستطيع نقول أو مهندس، هذا مهندس. وإذا أردنا أن نسأل عن هذه نقول ما هذه؟ ويكون جواب مثلا هذه رافعة، أنا، ما هذه؟ هذه كالدراتش، كالدراتش، رافعة. أو نقول بو بنا، أو بنا، هذا بناء، أنا أو بنا، أو ماذا نقول؟ هكذا. نعم، في هذه الأسئلة أمامنا صورة وفيها عدة أشياء، فنستطيع أن نكتب أكثر من شيء. بيكي، الآن نسأل عن هذا الرجل، من هذا؟ بوكيم، بوكيم، بو، هذا رسام، رسام كلمة عربية تركية، فنكتب بو رسام. وإذا أردنا أن نصعب على أنفسنا نقول هذا فنان، بو صناتش. وإذا أردنا أن نخفف عن أنفسنا نقول بو بير أدا، بو أدام، هذا رجل مثلا، وهكذا. نعم، الآن الصورة الثامنة، شو؟ الآن نقول من هذه فنقول شوكيم، شوكيم، نعم، فنقول شو صناتش، هذه فنانة. أو أنا، شونا، ما هذا؟ شو بيانو، هذا بيانو. نستطيع أن نجيب بالطريقتين، شوكيم شوكز، هذه فتاة مثلا، نستطيع أن نعطيها اسما أيضا. بيكي، الآن هذا شيء معين، ماذا نقول له؟ هذا قطار أليس كذلك؟ أنا، أنا، ما هذا؟ أو ترامواي، 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 تيري آ، ترام، تيري آ، مي، ترام، واي، في، آ، يي، ترامواي. بيكي، الآن نقول بنا، ما هذا؟ لا نقول بوكين، لأنه ليس شخصا، بل هذا شيء. بنا، ما هذا؟ فيكون الجواب بو كاميون، هذا كاميون، أليس كذلك؟ شاحنة. بيكي، شونا، ما هذه؟ فعلا ما هذه؟ هل هذه باص أم شيء آخر؟ عربة، سيارة، بونا، شونا نقول، فيكون جواب شو عربة، هذه سيارة، أو شو أوتوبوس، هذا أوتوبوس، أو شيء آخر لا أدري ما اسمه يعني. نعم، بيكي، أو نا، ما هذا؟ هذا غير عاقل، لذلك نقول نا. أو نا، هذه حمامة، أو جوارجين، هذه حمامة. نستطيع أن نقول هذا طائر، أو كوش، كوش، ك أو ش، يعني ك ويو بدون نقط وش، كوش، بكوش، أو كوش. ما
ماذا نستطيع أن نقول أيضا؟ نعم، إما أن نقول كش وإما أن نقول جفرجين حمامة. بيكي، الآن عندنا رجل فنقول من هذا؟ بوكيم. بوكيم هذا قصاب غالبا، أليس كذلك؟ بو قصاب، قصاب كي آ سي آ بي، بو قصاب هذا قصاب. الآن يطلب منا شيء سهل جدا، يقول لنا حولوا هذه الكلمات إلى صيغة الجمع. كلمة لري تشول يابالوم، تشول يابالوم، لنعملها تشول، نحولها إلى جمع. كز فتاة، كيف تصبح؟ كزلار، الأ مفخم لذلك نكمل مع الأ، كزلار. بيكي، الآن بو بيسيكليت، بيسيكليت الجمع آت عندنا آخر حرف صوتي، لذلك نكمل على نفس الطريقة فنقول بيسيكليتلر، بيسيكليتلر، لر ل اي ر. üçüncü resimde ne var? ماذا عندنا في الصورة الثالثة؟ فنجان، 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 عندنا آخر حرف صوتي آ، لذلك نكمل على نفس الطريقة مفخمين فتصبح فنجانلار، فنجانلار. peki bu ne؟ ما هذه؟ aşkı أم askı؟ aşkı عشقه، askı askı تعلقة أو علاقة أو لا أدري ماذا يقولها يقال لها. نعم، أسك أسك أسك، حتى نستطيع أن نلفظ هذه كقاف. أسك، إذن الأ مفخم لذلك نكمل على نفس الطريقة فنقول أسكولار، أسكولار، أسكولار. بيكي، بيشينجي رسم ده نفر أجبه، بيشينجي رسم ده تلفزيون وار، تلا تلفزيون، تلفزيون آخر حرف صوتي هو الأو، والأو مفخم فنقول تلفزيون لار، تلفزيون لار، تلفزيون لار، لار. بيكي، ألتن جرسيم ده باستا لار، عندنا باستا في الصورة السادسة، باستا يعني جاتو، باستا لار أيضا آخر حرف صوتي مفخم لذلك نكمل على نفس التفخيم فنقول باستا لار، باستا لار. بيكي، يدين جرسيم ده نيفار، يدينجي رسم ده ساعت وار، عندنا ساعة. الجمع هنا الكلمة أصلها عربي والتاء حرف مخفف خفيف، لذلك حال شاذة لا نقول ساعت لار، بل نقول يعني بدل أن نقول ساعت لار نقول ساعت، ساعت لار، ساعت لار، يعني هكذا. س بعد الس، الس تلفظ قريبة من الصاد، ثم يأتي الآ مفخم جدا فنقول صا صا، الآ الثانية تأتي أخف فنقول صا 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 صات لر، فكأننا نمشي من الجبل ونحن ننزل الأسفل، صات لر صات لر، من المفخم إلى المرقق. هذه من الحالات الشاذة التي تأخذ لر مع أن آخر حرف صوت فيها مفخم. بيكي، الكلمة الثامنة أنهتار، أنهتار مفتاح، آخر حرف فيها مفخم لذلك نكمل على نفس التفخيم فنقول أنهتارلار، 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 مفاتيح. سؤال جديد يقول لنا لنجب عن الأسئلة كما في الأمثلة. جواب ليلم، لنعطي جوابا، أرنك لردكي جبي كما في الأرنك، هذه أرنك، هذا أرنك، مثال. نعم، نجيب عن هذه الأسئلة. هذا السؤال يقول، هذا المثال يقول بونلار ناي، ما هذه الأشياء؟ بونلار هذه الأشياء، ناي ما هذه الأشياء؟ بونلار شيشة. الآن هنا ملاحظة مهمة جدا، عندما نضع بونلار لا نقول شيشلار، نقول شيشة. إذا أردنا أن نضع لكلمة شيشة إشارة الجمع فلا نقول بونلار، نقول فقط شيشلار، يعني لار لا تأتي في الجملة إلا مرة واحدة في أكثر الأحيان، أحياناً نستخدم لار مرتين إذا كانت الجملة طويلة وإذا أحببنا أن نستخدمها وهكذا، لكن بالحالة الطبيعية لار تأتي مرة واحدة. فهنا نقول بونلار ني، لم نقل نلار، قلنا ني، والجواب قلنا بونلار شيشة، هذه الأشياء قارورة، نعم، أو نقول شيشلار قوارير. نعم، إكينجي أرنك، المثال الثاني بونلار كيم، من هؤلاء؟ فيكون جواب هؤلاء مهندس، بونلار مهندس، ولا نقول بونلار مهندس لار،
إذا أردنا أن نقول مهندسلر نقول فقط مهندسلر ولا نقول بونلر. يعني لر تستخدم في الجملة بير دفع سادجة مرة واحدة فقط، بير دفع دفعة واحدة فقط. بيكي الآن نقول بونلر كيم، من هؤلاء؟ الجواب يكون بونلر أورنجي، هؤلاء طلاب. نقول بونلر أورنجي ولا نقول بونلر أورنجي لر، لأن اللر لا تأتي في الجملة إلا مرة واحدة في أكثر الأحيان. في السطر الأول نكتب بونلر أورنجي، في السطر الثاني نكتب أورنجي لر. إكينجي سورو، بونلر ني، ما هذه الأشياء؟ يكون الجواب هذه الأشياء سيارة، بونلر عربة، أو نقول عربالر. في السطر الثاني نكتب عربالر، بونلر عربة، عربالر. بونلر كيم، بونلر دكتور، هؤلاء أطباء، بونلر دكتور. في السطر الثاني نكتب دكتور لر، لر لا تأتي في الجملة إلا مرة واحدة، جملة دا أنجاك بير دفع جلير جنالك لا بشكل عام، يعني أنجاك فقط مرة واحدة تأتي. نعم بيكي حسنا دردونجو رسمة بكالوم، بونلر ني، هذه الأشياء ماذا؟ هذه الأشياء دجاجات، فنقول ماذا؟ أشياء دجاجات أم بيضات؟ والله نستطيع أن نقول دجاجات ونستطيع أن نقول بيضات، أنا أحب البيض أكثر لذلك سأقول بيضات. بونلر يمرطا، هذه بيضات، أو نقول يمرطلر، نستطيع أن نقول بونلر طفوك، نكتب في الأسفل طفوكلر. طبعا إذا أردتم أن تكتبوا طفوك بشكل صحيح ترجعون إلى الدرس السابق، بعد أظن يعني في الدرس يجب أن نكتب الدرس، إذا كنتم قد كتبتموه تأخذون الكلمة من هناك. بيكي بونلر ني، ما هذه الأشياء؟ هذه أحد أنواع الطيور، ما هو نوعها؟ أنا لا أعرف، لا بالعربية ولا بالتركية. لقلقمة، هل هذا لقلق أم شيء آخر؟ بيكي بونلر ني، بونلر كوش، هذه الطيور، الطيور تشمل جميع الأنواع. أو نقول في السطر التالي كوشلار، كوشلار. بونلر ني، ما هذه الأشياء؟ هذه كؤوس، فنقول بونلر، بونلر باردق، 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 باردق. نعم، أو نكتب بارداكلار، كؤوس. الصورة التالية، هنا جاء البيض، إذن هنا نكتب طفوك. في السؤال الرابع نكتب طفوك، هنا البيض. بونلر ني، ما هذه الأشياء؟ بونلر يمرطا، هذه الأشياء بيضة، بونلر يمرطا. أو نكتب ونكتب في السطر الثاني يمرطلر، بيضات. بيكي الصورة الثامنة، بونلر ني، هذه الأشياء ماذا؟ فعلا ما هذه الأشياء؟ هل هذه ليمونات؟ أم فريز؟ أم ماذا؟ بونلر ني، بونلر شيء، هذه أشياء، شيلر، أشياء، ما هذه الأشياء؟ لا نستطيع أن نعرف، تاشلر مو بونلر، هل هذه الأشياء حصى؟ أم إلمالر مو؟ إلما، فستق مو؟ فستق، ما هذه الأشياء؟ ما رأيكم؟ لنقول ماذا؟ إلما، لنقول إلما، بونلر إلما، نكتب هنا في السطر الثاني نكتب إلمالر. بيكي السؤال الرابع ماذا يقول؟ يقول لنا تمام لا يلم، تمام لا يلم، لنكمل ذا جواب لا يلم ولنجب، عندنا فراغات نكمل السؤال ونضع الجواب. نعم أورنكتا كي جيبي، كما في الأورنك، أورنكتا كي جيبي، جيبي مثل أورنك المثال. ننظر إلى المثال، المثال يقول بو كتاب مو، هل هذا كتاب؟ الجواب إذت بو كتاب، أو نقول هير بو كتاب تيل، يعني نسأل هل هذا كتاب؟ ثم نقول نعم هذا كتاب، أو نقول لا هذا ليس كتاب. الآن الجملة الأولى، شو شنطة ما، هنا شنطة بعد الآ يأتي ما، كما ذكرنا نبقي فمنا على راحته فيخرج السؤال على طبيعته بشكل صحيح. شو شنطة ما، فيكون الجواب إيفيت شو شنطة، نعم هذه حقيبة، يعني نكتب إيفيت نكتب بعدها شو شنطة، أو نكتب هير شو شنطة ديل، ديل مثل هذه الكلمة. الجملة الثانية أو السؤال الثاني، أو إف 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 مي،
آخر صوتي هناك كلمة الإف فيها صوتي A. إذا نكمل على نفس الطريقة فنقول بوأفني M و I بنقطة. أوأفني ويكون جواب إيفيت. أو إف نعم هو بيت. أو هاير أو إف ديل. أو إف ديل نكتبها هنا. Üçüncü cümle şu şoför şoför yani سائق سيارة. Şoför mü آخر حرف صوتي هو أ يعني شفاهنا مغلقة أو مضيقة بوضع الترقيق فنكمل أ شوفير مو شوفير مو يعني نكتب M ويو فوقها نقطتين أو شوفير مو الجواب إيفيت عفوا شو إيفيت شو شوفير أو هير شو شوفير ديل هذه هي كلمة ديل. Dördüncü soru, السؤال الرابع. Dördüncü soru, o hemşire, hemşire, آخر صوتي A. فنقول, o hemşire mi, هل هي hemşire, هل هي ممرضة؟ الجواب, evet, o hemşire, نعم هي مريضة, عفوا ممرضة. أو الجواب, hayır, لا, o hemşire değil, o hemşire ديل هذه عبارة ديل. بيكي بشنجي جملة شو بردة شو بردمي شو بردمي هل هذه بردة هل هذه ستارة بردة آخر حرف صوتي اي بردمي لذلك نقول مي اي بنقطة. إيفيت شو بردة نعم تلك ستارة أو هذه ستارة. هير شو بردة ديل هكذا يكون الجواب. هذه الجملة الخامسة. الجملة السادسة أو فوتبولجو مو أو فوتبولجو مو فوتبولجو مو نأتي بحرف الإم ونضع نفس هذا الحرف لأن شفاهنا بحالة الضم المفخم نعم أو فوتبولجو مو الجواب إيفيت أو فوتبولجو نعم هو لاعب كرة قدم أو هير أو فوتبولجو ديل. بيكي يدينجي جملة بو كتو 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 صندوق كتو هذا قريب من القاف وهذا قريب من الطاء بشكل مخفف. طيب هل هذا صندوق بو كتومو بو كتومو هل هذا صندوق الجواب يكون إيفيت بو كتو أو هير بو كتو ديل. عندنا كلمتين كلمة كتو الكاف المفخمة أو الحرف الأول يشبه القاف والحرف الثاني يشبه الطاء كتو معناه صندوق. وعندنا كلمة كتو كتو الحرف الأول يكون كاف والحرف الثاني يكون تاء والحرف الصوتية بينهما مخففة ويكون المعنى سيء. كتو شو كتوسن أنت سيء جدا مثلا هيج كتو ديلسن لست سيء أبدا. هنا هذه الكلمة ليس معناها سيء بل معناها صندوق أو معناها سلة تستخدم بمعنى السلة مثلا نقول شوب كتوسو شوب كتوسو شوب كتوسو صندوق الوسخ أو سلة الوسخ. سكيزنجي جملة أوراس مازم أوراس هناك مازا متجر آخر حرف صوتي فيها آ لذلك نكمل بنفس السياق ونقول م م كما في القاعدة التي درسناها. أوراس مازم هل ذلك المكان مازا متجر أوراس يعني ذلك المكان الجواب إيفيت أوراس مازا أو هير أوراس مازا ديل. بيكي دوكوزونجو جملة شوراس ماركت شوراس ذلك المكان ماركت ماركت أو بقالية آخر حرف صوتي فيها A شوراس ماركت مي الA يكون فمنا بحالة كسر لذلك نكمل مع الكسر فنقول مي شوراس شوراس ماركت مي شوراس ماركت مي الجواب إيفيت شوراس ماركت نعم ذلك المكان ماركت أو هاير شوراس ماركت ديل. أونونجو جملة الجملة العاشرة تيوركي تقول أو شاركجو 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 مغني فنقول أو شاركجو أو مفخم نكمل على التفخيم فتصبح أو شاركجو مو شاركجو مو شاركجو مو الجواب إيفيت أو شاركجو أو هير أو شاركجو ديل.
نعم، هذه الأسئلة انتهت. السؤال التالي يقول لنا لنكتب سؤالاً لكل جواب. أشارتك جواب لر للأجوبة التي في الأسفل، جواب لر للأجوبة آ يعني لي، جواب لر للأجوبة سرو يظلم، لنكتب أسئلة للأجوبة التي في الأسفل. بيكي، الجواب الثاني ما هو سؤاله؟ الجواب يقول إيفيت بو صندلية. إيفيت بو صندلية، نعم هذه كرسي، فماذا نقول؟ هل هذه صندلية؟ فنقول بو صندلية مي، بو صندلية مي، نكتب هنا بو صندلية مي، نكتبها هنا، نكتب بالأخير مي إم وآي. إكينجي سورونون، إكينجي جوابن سورسونة، الجواب الثاني ما هو سؤاله؟ هايور كوبيك ديل، هايور كوبيك ديل، لا ليس كلبا، بو كيدي، هذه قطة. فالسؤال يكون طفل يسأل أمه يقول ماما هل هذه قطة كبيرة؟ ماما هل هذه قطة؟ عفوا يقول ماما هل هذا كلب؟ فالأم تقول له لا هذه قطة. مثلا يقول بو كوبيك مي، بو نكتب هذه الكلمة بو أول حرف كبير، كوبيك مي، كوبيك كلب مي، ام واي، لماذا كتبنا ام واي؟ لأن آخر حرف صوتي في الكلمة اي. او كوبيك مي، فالأم تقول مثلا هير كوبيك ديل بو كدي، بو كوبيك مي، بو كوبيك مي، هكذا نكتب هنا. اتشنجو جواب سرسو ني، الجواب الثالث ما هو سؤاله؟ الجواب يقول ايفيت شو سوزوك، نعم هذا قاموس. فالسؤال سيكون شو سوزوك مي، هل هذا قاموس؟ شو سوزلوك آخر حرف صوت فيه أ، لذلك نكتب م إم وبعده هذا الحرف م. بيكي دورجونجو جواب سرسونة، ما هو سؤال الجواب الرابع؟ دورجونجو جواب هير أوغوزلوك ديل شبكة، لا ذلك ليس نظارة بل هو طاقية، أوغوزلوك ديل شبكة. إذن السؤال سيكون هل او جوزلوك، هل ذلك نظارة؟ او جوزلوك هل يعني م، م مو مي، كيف سنعرف؟ ننظر إلى آخر حرف صوتي ونكمل على نفس الطريقة، او جوزلوك م، نكتب نفس الحرف الصوتي بعد حرف الام. نعم او جوزلوك م، هل هذا نظارة؟ الجواب هير او جوزلوك ديل شبقة، شبقة. بشنجي جواب سورسو ني، ما هو سؤال الجواب الرابع؟ الجواب الخامس، الجواب الخامس هو بشنجي جواب شويلدر هكذا إيفيت أو باسكت بولجو، باسكت باسك هنا صاد تقرأ باسكت بولجو، باسكت بولجو يعني لاعب كرة سلة، نعم هذا ذلك لاعب كرة سلة، فنقول هل ذلك لاعب كرة سلة؟ أو باسكت بولجو مو، باسكت بول جمو، نكتب حرف الام وبعده هذا الحرف مرة أخرى. ألتنجو سورو، باردون، ألتنجو جواب ديوركي، الجواب السادس يقول هير أو ألي ديل أو أحمد، أو ألي ديل ليس هو، ليس علي هو أحمد. إذن السؤال يكون هل هو علي؟ أو ألي مي، مي نكتب أو ألي ثم نكتب مي يعني ام واي بنقطة. يدينجي جواب، الجواب السابع إيفيت أو إيفانومو، نعم هي ربة بيت. فالسؤال يكون هل هي ربة بيت؟ نعم أو إيفانومو م، أو إيفانومو م، إيفانومو هذه الام والأ نكتبها مرة أخرى بشكل مستقل، م هل أو إيفانومو هي ربة بيت، م هل أو إيفانومو م هل هي ربة بيت، هكذا نكتب، يعني نكتب او افهم نكتبها كما هي ثم نكتب م هذا الحرف وهذا الحرف مرة أخرى بشكل منفصل. سكيزينجي جواب، الجواب الثامن هير بورس اسطنبول ديل، اسطنبول ديل بورس أنقرة، هنا ليس اسطنبول هنا أنقرة. إذن السؤال سيكون هل هنا اسطنبول؟ بورس اسطنبول مو، بورس هذا المكان، اسطنبول مو آخر حرف في كلمة اسطنبول أو اسطنبول، فنكتب مو بورس اسطنبول مو،
هذا الحرف طبعا لا نلفظه بشكل بطيء بل بشكل سريع. إسطنبول يعني ضمة وليس واو. العربية نقول إسطنبول، بالتركية يقولون لنا أنتم مخطئون، لا تلفظ، لا تقولوا إسطنبول بل قولوا إسطنبول. ونقول نحن ما الفرق؟ يقولون هناك فرق كبير، إسطنبول خطأ، إسطنبول بول. نعم. دوكوزون جو جواب، الجواب التاسع، إيفيت شوراس ماركت. نعم هنا ماركت. فالسؤال سيكون هل هذا المكان ماركت؟ شوراس هذا المكان، شوراس ماركت مي، آخر حرف صوتي A، لذلك نكمل على نفس السياق ونكتب مي ش ماركت مي. طبعا هذا السؤال وكل أجوبته متعلقة بدرس مو مي مو. بيكي السؤال العاشر، أونونجو سورو إيفيت أونلار تشوجوك. نعم أولئك أطفال. فماذا سيكون السؤال؟ هل أولئك أطفال؟ أونلار تشوجوك مو، أونلار تشوجوك مو، هل أولئك أطفال؟ نعم هكذا يكون السؤال، يعني نكتب في النهاية حرف الإم وحرف اليو بشكل منفصل، نكتب هكذا أونلار تشوجوك مو. بيكي بوري لجا وصيفي بترمش أولوروز. Yeni soru diyor ki resimlere bakalım. Soru örnekteki gibi cevaplayalım. Soruları örnekteki gibi cevaplayalım. لننظر إلى الصور. سؤال جديد يقول لنا لننظر إلى الصور ولنجيب عن الأسئلة كما في الأمثلة. طيب هكذا هذه الصور وهذه الأمثلة. الصورة الأولى تقول لنا بورس نرسي، هذا المكان أين؟ ما هذا المكان؟ الجواب بورس آيا صوفيا، هذا آيا صوفيا جامي، هذا جامع آيا صوفيا، يجب أن نكتب هنا كلمة جامي لأنه قد عاد إلى كونه مسجدا. بيكي سونراكي رسم، الصورة التالية بير بورس نيرسي، هذا المكان ما اسمه؟ بورس هذا المكان اسمه كابادوكيا، بورس كابادوكيا، كابادوكيا كابادوكيا. نعم كيف نكتب كابادوكيا؟ نكبرها هكذا ثم نكتب، إن شاء الله نستطيع أن نكتب كا با دوك يا، ونقول له موافق. هل كتبت أم لا؟ لا أدري. نعم نعم هذه هي كابادوكيا. المهم هكذا تكتب، نقصها ثم نقول له إلى اللقاء. نعم العبارة التالية بورس نيرسي، هذا المكان أين؟ بورس هندستان، هندستان. إذا قلنا هكذا يمكن أن نكتب هن، نعم هندستان. الخط ليس جيدا، هذا حرف الإن يجب أن يكون. المهم نعم بورس هندستان. العبارة أو الجملة التالية بورس نيرسي، هذا المكان أين؟ فنقول بورس باريس، أظن باريس كلنا يعرف كيف تكتب باريس، نكتب بورس أولا ثم نكتب باريس. بيكي الصورة التالية، نعم هذه الصورة بورس نيرسي، من يعرف؟ بورس إيطاليا مو؟ هل هذه في الصورة في إيطاليا هذه الصورة أم في بريطانيا؟ بان بالميورم بورس نيرسي، الجواب بالميورم، بورس إيطاليا بلكي، أو بورس لندرا. لندرا يعني ماذا؟ لندرا هي إنجلترا، عاصمة إنجلترا ما اسمها؟ لندن، هكذا تكتب لو درا. إذا كانت هذه لندرا، إذا كان الجواب خطأ اكتبوا اسم المدينة الصحيحة، هذا حرف الأ لندرا. بيكي نمسح كلمة لندرا ونكمل. بورس نيرسي، هذا المكان ما هو اسمه؟ بورس تشوكولاي، بورس مصر، مصر. بيكي سونراكي رسم، بورس نيرسي، بورس نيرسي gerçekten burası neresi؟ هذا المكان أين؟ burası نكتب burası روسيا، أليس كذلك؟ روسيا. حسنا
Evet. Sonraki resme bakalım. Burası neresi? هذا المكان أين؟ هل هذا المكان إسطنبول؟ لا. Burası Londra. هذا المكان لندن أم حلب؟ لا أدري. Burası Londra نستطيع أن نكتب. Burası Halep نستطيع أن نكتب. Burası إسطنبول. هل هذا المكان إسطنبول؟ يعني أنتم تعرفون أكثر مني. لنقل مثلا لندن. لندن. نكتب Burası Londra. Peki sonraki resme bakalım. Bu soru bitti. Son soru diyor ki لنتسلى ونتعلم. Eğlenelim, öğrenelim. ماذا يريد منا أن نفعل؟ يقول لنا الكلمات التي في الأسفل. هذه الكلمات حاولوا أن تجدوها هنا في هذا المربع. هذه اللعبة أظن إذا لعبتموها أنتم من دوني يكون أفضل. أنا أترجم الكلمات فقط. الكلمة الأولى مرحبا، مرحبا. günaydın، صباح الخير. iyi günler، يوما سعيدا. adınız ne، ما اسمكم؟ adım، اسمي. أنا أتوقف قليلا بعد قراءة الكلمة حتى ترجموها أنتم. iyi geceler، ليلة سعيدة. iyi akşamlar، مساء الخير. مثلا هنا عندنا إذا حاولنا التوصيل iyi günler. ماذا عندنا أيضا؟ كلمات، هذه يعني تسلية. هذه الكلمات يجب أن نستخرجها من هنا. أنا استطعت أن أخرج إي جونلر، أما الكلمات الأخرى فيعني من يبحث يجد، أليس كذلك؟ أنا لم أستطع أن أجدها لأنها كانت صغيرة. مثلا هنا ماذا تستطيعون أن تجدوا في هذه الصورة من الأحرف؟ بتوصيل الأحرف يجب أن نجد الكلمات. مثلا هنا عندنا يي أكشاملر، هذه هي يي أكشاملر. وهكذا يعني هذه لعبة مسلية جدا أنتم تلعبوها. هكذا نكون قد أنهينا جميع قسم التمارين للوحدة الأولى من كتاب التمارين. أتمنى لكم دوام التوفيق، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.